احنا جينا 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 الليلة احنا جينا 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 الليلة احنا جينا 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 الليلة احنا جينا 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 كان فايد لي خدارك وكان فتحت بابك تلقانا في الشوارع الحلة والمزارع في اي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك في اي مكان نقابلك ونحكي عن مشاكلك القرية والمدينة في مدني او في حلفة في بورسودان وشندي كدقلي والأبيض نيالة والجنينة وعبر الحنينة الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 الليلة نحن جينا 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة الشروق برنامج مسرح في الهواء. حبابكم الحقيقة نحن حنطرح موضوع بنفتكر انه موضوع مهم جدا بهم كل الناس، وارجو انه اثناء العمل اذا حبيتوا تشاركونا ممكن تشاركونا اثناء العمل او بعد العمل تقولوا وجهة نظركم ورايكم، وان شاء الله مع بعض نقدر نقدم حاجه مفيده للناس كلهم. كتر خيركم، بارك الله فيكم، نشوف. الو هيا سعديه، معك ساميه، سامية الدلالية، لكن بيتي حلت. قلت لك أنا عايزاك تشتغلي معاي، أنا محتاجة لبنات كتار يشتغلوا معاي. أيوة أنت تقولي شغالة أي حاجة، ببيع طعمية، ببيع لقيمات، لكن بعد ذاك أنا بضيك الموضوع اللي بيجيهك ويميزك مكان البيع يا بتهي. الجامعات، الأحياء السكنية، المؤسسات، تعملي فيها دلالية شايلة لك شنطة كده وماشة، الحاجة دي بشيلوها كيف؟ انت قايلة شيلة صعب يا بيت هاي. أنا بقيت أشتغل في حاجات حديثة، بنقو انت من زمن البنقو يا بيت، بنقو شو؟ لا 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 لا، حاجات خفيفة وحملها سهل تشيلها كده ان شاء الله في المطبقه بتاعتك. اقول لك حاجه، ظهرت حاجه جديده اسمها شنو؟ الخرشه. خرشه يا بيت، الخرشه دي حبه يا بيت، الخرشه دي حبه شايلها كده زي تجمع الحبه بتاعت الازبرو. ايوه مرات يحطوها في الشاهي. والله يقول لك حاجه، لو بنحتاج في المواصلات زول بذلك ما في، والله جد. اي واقول لك حاجه، اوعى اوعى لما القروش تجري في يدك تمشي تلبسي لك كويس ولا تركبي لك عربيه. تعال شوفي نانا شايله موبايل ريبيكا، بس ريبيكا اجلك سي اختي داسه في البيت، والقروش حقتي يا اختي امشي الغاهره هناك استمتع واتفسع اللي بيعرفني منه. بقول له انا ماشي اجيب بضاعه، ماشي اجيب تجاره، لكن اقول لك حاجه، ظهرت حاجات رهيبه، حاجات ماشي اجيبها من برا. حنعنش بك نعنشه، شفتي في بودره تمسحيها في خدك كده وتمشي الجامعه تسلمي على البنات بتاع الجامعه كيف؟ بعد يومين البت تجي تفتش عليك، تفتش علي سلامك ده. اي يا بي سامية الدلالية دي انتهى الزمان، انا حاسه بقيت حاجه ثانيه، لكن لي ناس الحله ما الظاهره سامية الدلالية. الشباب في الحله الحاجات زاده يا اختي، عندي لها مسميات، يعني داير حاجه من النوع الثقيل، داير يقول لي حلت بريستو، داير حاجه محليه اقول لي داير كمشه. اي كده يا اختي، لا ما عندك اي مشكله، استقطبي لي بنات، جيبي لي بنات كتار، الشغله دي دايره ناس، دايره موزعين، انا دايره مروجين. ايوه يا بيت لازم نروج، لازم توزعي لي. اي كويس خلاص، انا عندي موضوع ماشيه وجايه. يلا تمام والله. صعبه صعبه كريش ده.
شنو انت قاعد لي تيوم كذا يا حبه يا اخي؟ ما تتحرك معاي شويه يا اخي، ما تفهمني يا اخي للنهايه يا اخي، عشان تعرف مصالحك وين. منو؟ انت ذا؟ شنو؟ شنو شنو شنو؟ انت شربت شنو اصلا؟ يا شنو؟ انا مقلنا قلت لك من ما 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 تيجي معاي ولا تشربه معاي. يا تو؟ بتفضحنا يا اخي انت يا اخي، يا تو شنو وتقعد وناي. يا حبة الراحة ما تكوري يا الراحة شنو يا اخي؟ ما من الصباح انا بتكلم معاك بقول لك يا اخي شنو كده ما تعرف، شنو كده ما تعرف، ما جايب لي خبر، مشغل لي الالي، مشغل لي الالي كانه انا ما بتكلم معاك يا حبة يا اخي. ما قلت لك اتبحبح شوية عشان تلقى حقه يا اخي، عشان تلقى حقه، عشان تلقى تشربها، ما تجيني كل مرة مدلدل يديك ساعة يا اخي. اتحرك معانا يا اخي وافهمني، المرة دي انت طيب تبسطها معانا ما تخاف. مرأتها؟ يا اخي المرة الدلالية يا اخي. دلالية بتاعت الموبايلات دي؟ الدلالية بتاعت الموبايلات وبتاعت العدة وبتاعت كله كمان. افهمها افهمها بس افهمها ان شاء الله تفهمها لي يا رب. يا تو؟ يا ود الناس انا بتكلم معاك كويس، بدل ما كل ما يوم تيجي تضايقني انا في الحاجه اللي انا بجيبها وشرب يا اخي، بتشرب يا اخي بتشرب، شارب لك زي 17 سياره يا اخي. يا اخي انت جايبه من جيبك يا اخي شنو يا اخي؟ ولا تشرب 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 شرابنا وما تفهمنا؟ ما تكورك يا ما تكورك، بالراحه بالراحه، كلها 12 سياره بالراحه. بعدين المره دي بتاعت موبايلات مالو مالنا يا ود الناس. دار اقول لك حاجه، افهمني افهمني، المره دي بتحرك الليب. كيف بتحرك الليب؟ بيتحركوا كده بيتحركوا. منو؟ ما يا المرة دي منو؟ يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي، طيرت في راسنا، طيرت في راسنا، طيرت في راسنا. طب ما تولع واحدة ثانية يا اسمع، انا بيت الخاتم بتاع الحج امس، الليله ما بقدر ارجع البيت، امشي بيت معاك. خاتم الحاجه ده بيته قبل 3 يوم يا اخي، انت مكسر معاي في البيت يا اخي. خاتم الحاجه ده حقه كملنا زمان، كملنا شمومه يا حبه، كملنا شمومه. والموبايل بتاع الحاج؟ الموبايل بتاع الحاج شاله بتاع البتاع ذاته بتاع البتاع. اسمع ما في حاجه يا سيدي؟ ما في حاجه يا سيدي، انا امشي للمره دي نعنسها، خليها انت تشغلك معاي، انا شغال معاها بصريح العباره في ويا حاجه، لكن بعد اتحرك اتحرك، خافهم اللعب، خليك معاها كويس، ما تعمل لي بوامتك دي ترفضك كمان يا اخي. مالك يا اخ تشغلني موبايل؟ اديني طوبه ولا اديني 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 مصيبه زمان. مالك يا اخي سليت روحي يا اخ، سليت روحي يا اخي. يا اخي المرة دي بتبيع بنجو وحياة تانية حامياني، دايرين انك انت تقوم تشتغل معاها. مرة منو؟ بالطريقة دي حيقبضوها، تخيل المرة دي بالطريقة دي حيقبضوها، قبل ما تشتغل معاها حيقبضوها. يقبضها منو؟ يا اخي انت وقت ما بتعرف اللي بيقبض مسطول ليه يا اخي؟ انا ما مسطول. ها؟ شارب ساي دارت تقول لي شارب ساي؟ كلها 12 سيارة. 12 سيارة؟ ما خلتك هذا ناي ساي؟ ليه؟ وليه؟ المرة دي يا أخي، المرة دي كويس بتشتغل في الممنوع. ممنوع شنو؟ الممنوع ده، الممنوع الشارب ويت ده. ده ما ممنوع الشارب ويت ده. ما ممنوع. ما ممنوع بالنسبة لك أنت في راسك بس، دي دنيا في راسك أنت. اسمع. أها. ما عندنا حبوب؟ والله اتطورتها وبقيت تفهم. والله اتطورتها وبقيت تفهم كمان. في حبه كده قالوا بخطوها في الجبنه تظبطك تمام يا زول. اي شيء خرشه شاشه بندي يا زول، دوكو، اي حاجه، اي شيء اي شيء اي شيء موجود، داير بودره،
داير طرقة، داير رهيفة، داير لقمة، وي 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 يا زول هاي بتتبسط بتنبسط عادي كده بتنبسط. نمشي له؟ اه نمشي له؟ نمشي له؟ هم له هم له يا أخي. منو؟ مرة 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 دل الدلالية، الدلالية سامية بتعرفها. عندك جبنة؟ قلت فيها حبة. الحبة دي بنضوّق لها، بنضوّق لها. مش ليه؟ نحن هسه دايرين لك تصرف لنا بضاعة. بضاعة. منو؟ ها؟ منو؟ أنت. يا تو؟ في الجامعة. جامعة؟ هاي؟ 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 أنا عندي أصحاب كتار في الجامعة. أها، عندك قروش هسيتا؟ ها؟ قلت لك عندك قروش، عندك لما يكون طوالي لما يملا سيرة القروش اعمل ايه؟ اه؟ اه؟ انت كان فكيت لها التليشه دي؟ كان فكيت لها التليشه دي؟ فكها. ما ادري لا، لكن واحده طويله كده انت فكها. بتطينها بتطينها. ما بتطينها يا احمد. ادري اروح له. اروح له منو؟ مره هسه بتجي، بس هسه بتجي، اصبر انت بس. اقعد. اقعد وين؟ لا يعني اقيس يعني يعني اصبر يعني يعني كذا. اللهم طولك يا روح. ابراهيم ازيك؟ انا كيف معلم؟ كيف تمام ان شاء الله بخير؟ الله يبارك فيك، الله يسلمك يا اخي، كيف الحال؟ مصحصح الليله شايفك. الحمد لله يا الله، والله كله من فضله بخيرك. يا سلام يا اخي، الله يبارك فيك. هاي التجم ده شنو؟ ما تخافي منه، ما تخافي منه. التجم المبوم ده شنو؟ ما تخافي منه، ده ذات ما بشكوا فيه. لا 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 دقيقة، ما تقول لي لا لا، احنا والسوق ده عارفينه. لا لا لا، انا الاصناف دي ما تجيب لي في بيتي. افهميني؟ ما تجيب لي ولا لو لقيتك في اي حتة زي الحتة دي. انا هناي اسمع، الزول ده ما يجي لي في البيت. الحمد لله البراء، قلت تجم. تجم شديد؟ الحمد لله قلت تجم. يعني تجم ما في زول يقول لها مش كذا بمش كذا. انا ما بعرفه، هو ما صاحبي يقول لها مش كذا امشي كذا. لا لا لا، بس داير منك حاجه بسيطه بس، ترجعي لي الجامعه. منو ارجع لك؟ منو ترجعي لي؟ هو الجامعه ده. ايوه ده، هناك في سوق. ما يا اخي سوق مبالغه، هناك في سوق يا اخي. افتح الشغل على، خليك من البنات بتاعت الداخليه دي يا اخي. افتح الشغل، افتح الشغل على الجامعات كذا، على الجامعات، خليه يكون مفتوح يا ولد. ما تغلقي وما تغلقي. يا انت مجنون، انت جاي انا شغلانه دي شغاله ساكت؟ اودي ده جو. انا دايره واحد كده لابس سيستم شعره مبرم كده، اودي جامعه. ده شنو الصلاه اللي هنا؟ ده شنو بعد الجامعه؟ ده شنو ده؟ ده جامعه شنو؟ سيستم ومبرم كده. ايوه طيب، ده مظاهر بتاع بتاع. لا 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 لا، ده مظاهر بتاع بومبو. ما اصحابه كلهم بيكونوا زيه كده، بيوزع بيوزع. التجم ده يا هول بيوزع ليه؟ لا 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 لا، انا ده النوع ده انا بخاف منه صراحه. لا انا ما بجيب لك اي هوا يا زول. هي سمعت قال بجيب الهوا يا زول؟ الزول ده انا الموظفه، انا الموظفه، انا اللي بحركه. ريموتو عندي، ريموتو عندي، محل ما دار يتحرك بتحرك. الو دقيقه دقيقه، بالله علي انا بس دقيقه. الو ايوه يا معلم. ايوه نعم، الكوته وصلت. لا ايوه جبت موزعين جداد. كلمه وغطايتها. خلاص 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 خلاص، قلت لك خليه علينا. هاي خليه علينا، انا بحركه. اسمع اسمع، في هنا شويه كده قالوا في حركه. في حركه في حركه وين؟ في حركه. ده المعلم الكبير ضرب لي هسي التليفون. لا 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 دقيقه دقيقه. وين يا حبه؟ لسه المعروضات. قلت لك قلت لك اخفيها 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 اخفيها، قلت لك اخفيها اخفيها. اول شغل لك، اول شغل. يا اخي لا امسك امسك يا اخي امسك، ده اول شغل لك. امش اسمعني، امش البدايه جنب الزقاق ذاك هناك. امش اتحرك يا اخي، اتحرك اتحرك. الزمن يا اخي اتحرك. الزمن ما من صالح. ما قلت لك تجوم؟ ما من صالح. ما قلت لك تجوم؟ انا ما قلت لك ده تجوم. يا اخي اتحرك يا اخي، عشان تاكل عيش. اتحرك 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 يا اتحرك اتحرك يا اخي اتحرك اتحرك اتحرك. امشي يا اخي امشي. في حاجه هنا عندك؟ حاجه هنا؟ لا لا ما اتخلص منها سريع، اتخلص منها سريع، اتخلص منها سريع. شنو يا حبك؟ اسمعني، اي حاجه عندك ها وزعها سريع، ها ما تخلي حاجه عندك.
ما تخلي حاجة عندك. اسمع اسمع، في هوا جاي، في هوا جاي، أيوة في هوا جاي. شفت؟ ما قلت لك ما تشرب الزفت ده يا أخي، ما تشرب الزفت ده، ما شغال يا أخي. ها يا أخي يلا. ها الطلبة كيف؟ ها الطلبة كيف؟ ما تجينا بحاجة؟ تعال فاضي، شايل في يدك شنو؟ شايل شنو؟ لا ما في حاجة. مش أي خلاص، امشي 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 امشي. البنات 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 وينو؟ يلا وين الصحانة والكبابي دي؟ وين الكبابي اللي خدتناه هنا؟ لا لا لا، العدة. أيوة العدة، العدة. أيوة العدة، نادي على العدة الدستة بي بي هنا. أيوة أرى 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 أي حاجة بي خمسة أرى العدة. أيوة تعالى. أيوة ودي للخالة. ودي للعمة. أيوة ودي لي أمة. الله لا علينا جاي وي حاجة برخة يا برخة برخة. ودي للخالة، ودي للعمة، ودي لي أمة. جبك وستة كبابي، جك وستة كبابي، جك وستة كبابي. الو 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 الو، دقيق خلاص. انتهت ال يعني نواصل شغلنا عادي جدا يا معلم. حاضر يا معلم خلاص. التجم التجم يا التجم. خليتها وين يا شقيق؟ منو الشنطة؟ وين الشنطة؟ منو الشنطة؟ الشنطة خليتها وين؟ يا تو الشنطة، قال لك الشنطة خليتها وين؟ فتحتها بس عملت منها واحدة طويلة. وما علي وما علي وما علي. تعال هنا يا أخي، بوظت أعصابنا يا أخي. لا حول ولا قوة. ما بوظ أعصابنا يا أخي، شغلانة دي يا أخي ما بينفع معاه بوظان الأعصاب. أسمع ما ناي ما ناي شنو ما ناي؟ الشغلانة دي الشغلانة دي طب سكر. ها ها يا حسين، بتخاف من بتخاف من الطاره؟ عم يشلمها في المخزن. هاي وقفي له كويس. المفتاح جيبه، جاي جيبه هنا. امشي اسمع، في واحده قاعده في الطرف عليك الله يجيبه معاك. ها الطرف شنو يا اخي؟ ما 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 تبلع، ما تبلع علينا اثناء الشغل. ما بالع انا، ما تبلع، ما تبلع اثناء الشغل ولا تشرب. ليش هذا؟ ده ما ده حركة عبدو ولدي ذاته. منو؟ عبدو ولدي. عبدو منو؟ شفته؟ عبدو ولدي. شفته يا سامية؟ أنا سمعت كلام تحت تحت. كلام شنو يا أخوي؟ سمعت كلام تحت تحت. أها أسعد بس حركات عبدو ولدي. بس هذاك عبدو ولدي هسه في المستشفى بسبب الادمان والمخدرات اللي بتعمل فيها دي. انا اي انا يا راجل. اي انا اي انا كلموني انا دلاليه. اي قالوا دلاليه فوق فوق وتحت تحت بتبيع المخدرات. لا 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 احترم نفسك يا زول. انت مالك؟ انا سالتك، انا سالتك سالتك انا اسالني انا أزلك انت. هاي انا ما جاي لده، انا جاي كتي جاي. انا هاي جاي كتي دي. هاي اعرف رب اولادكم واعرف لم اولادكم. الحاجه دي عندي انا براي. اولادنا والله دارين نتربوا، لكن عينتكم دول تخلوني تربوا. عينتكم دول بيلاقوهم في الجامعات ويلاقوهم في الشوارع ويلاقوهم في الاحياء وبيصفوهم حاجات افكار زي دي. هم متربيين. اسال مرتك، قاعد تجيني في البيت وقاعد تشوف العدة وقاعد تشتري مني. انا ما عندي حاجة تانية، انا ما عندي حاجة. الحاجات دي شوفها في حتة تانية يا جماعة. ما تتهموني ساكت، ما تتهمني بالباطل. اوعكم بلدي ذات عملت لها حاجة في شاي ولا في جمل؟ انا دار تغطس حاجة لما برضو تلحق ولدي. عشان كده المرة كلامها كيف كيف معي، كل ما اتكلم معاه لضبلنا وتمشي بالراحة وتقول لي ما تعمل لي ازعاج، ما تكورك لي في اعضاني وانا بتكلم بالراحة. المطبلة دي حبة حبة. ها؟ حبة وخدتها بالجبنة. لا لا، المطبلة مرتي انا. انا قايل الحبة. اسمع زيدة، اسمع ما تعمل لي مشاكل. اعمل لك مشاكل شنو؟ ما تعمل لي مشاكل في المستشفى. وانا مالي مالي ولا لا. انا راقد في المستشفى. انا ما مشان زرته، ما مشان شفته ولا لك دي الحاجة دي. بيعالجوا فيه، بيعالجوا فيه هسا. امشي شوف مدري، امشي شوف جامعته، امشي شوف اصحابه. شنو؟ ولا شغال يسوي في مصبعه كذي؟ ولا شغال يسوي كذي؟ يسوي كذي ها؟ النهار كله شغال كذا. اقول لك حاجة يا حاج. هاي؟ ولا جابنا هنا.
ولد انا؟ اي ولد زي ابني انا هنا. يا ولد هو اصغر منك يعني جيبك انت كيف؟ اقول لك حاجه؟ اقول لك حاجه؟ اي ولد زي ابني هنا ودي نتيجه تربيتك. انا راضي اقول لك حاجه؟ تربيت انا؟ ايوه. ما تربيت انا؟ لا انتوا علمتوا؟ علمناهم. علمتوا انتوا اسراقي في المستشفى يعالجوا فيه يا اخي، حرام عليكم يا اخي اللي قدامنا ولادنا كلها صرفنا قروش ما فضل البيت بيتناه يا اخي، البيت ذاته بعناه يا اخي، حرام عليكم يا اخي، حرام عليكم اللي بيسووا في ديت والمرض يا اخي، ليش يا اخي؟ تسمموا الناس وتبعوا لهم في الحاجه اللي بتخليهم ما يفهموا ماشي لا زول كان جاي كذا ماشي كذا ما يفهموا ولا فاهمين اي حاجه، هسه زول ده منضم لي كله كله منتهي. زول مصمم الناس شنو؟ هسه ماني ما موت انا ماني ما موت. ما انت، انت ما قالوا ناس دمه انتمش معاهم وناس دمه ما انتمش، ذاك اظن دمه ما مو ماشي مع القصه دي. يا هو زي ولدي ده. لو انت ده يا تو انت هاشم مو قاري زي حاجه، انا اتكلم معي ولا يا تو منو بس هو حركات ولدي عبد الله والله عادي لما انت يوم ما تنقل عادي والله عادي عادي انت ليش دي ما في انت ليش دي ما في هسه هو ده هو عادي متقل بس الليله الليله فرط في العيار حبه امشي تعالج يا اخي امشي تعالج وين قلت لك يا ابراهيم هاي يعني انت تعال تعالي جارك ده كله ما نجي هنا نعطي لنا معلوم انا عارفه يا اخي باقي لك في العزيز ده باقي لك في العزيز الله يقطع ولا يقتل الراجل ده داير الراجل ده عارف؟ نوضبه؟ وضبه اوضب لك حنان وضبه طوالي اسمعني يا ابا هاي ها؟ شنو انت كمان؟ اسمعني جابت لها دفير؟ جابت لها دفير يا زول جابت لها دفير اه جناب يا هندل تعال وقف علينا وقف علينا ابراهيم ابراهيم فعلا والله يا المخدرات انتشرت في الجامعات وبقت مشكله كبيره في اولاد بيكونوا من اسر طيبه لكن بيتلموا على ناس غاستو والناس اللي بتاير بالمخدرات بيخربون على اهلهم المخدرات انتشرت داخل السودان بطريقه كثيره وبطريقه توسعت شاشه بندي شرخه حبوب في الجامعات ندعو للجميع على الاباء والامهات يعني يعني مراقبه ابنائهم ما يحصل ومراقبة ضعفاء النفوس من الذين يساعدون على تدمير الفئة من شبابنا ومن أبنائنا طبعا إذا تكلمنا عن المخدرات أول شيء بيجي نتيجة عن فراغ وعدم العمل وإذا كان الشباب وجدوا فرصة العمل أكيد أنه بيكون في مجتمع سليم ومعافى فهذا الفراغ ده اللي بيعمل هو نتيجة لاستعمال المخدرات واشياء كثيره في راينا برضو ان المسؤوليه بتقع على المجتمع السوداني فقد جزء من قيمه وعلى بشكل كبير على الـ على الـ على المنزل واولياء اسمع يا ابراهيم هسه انت جاي طوالك من الصباح يعني هذا خليها جوت عليك الله اها يعني كل يوم انا اتكلم البودره دي مجاني البودرة دي غالية جدا يا ابراهيم يا اخي انت عارف يا اخي السنة 3 شهور يا اخي بيت البيت بيت العربية اللي من جاد وبيت الركشة يا اخي طوالي كل يوم انت يا اخي تلهط تشم تاكل ما بتجيب حاجة يا اخي لا انا اقول لك حاجة ما قلت فراد ونحن اخوان واكلوا مع بعض وكذا يا اخي اخوان لكن كمان 3 شهور يا اخي انت طوالي تلهط وما تجيب حاجة يا اخي اسمع يا اخي كده انت اسمع كلامي انا أه. انا يا اخي بوريك تعمل شنو عشان نستمتع بحياتنا يا اخي ايوه داري نستمتع يا اخي انت يا اخي وارث عندك بيت حدادي مدادي انت اختك بس قول لها داري حقي يا اخي شيل حقك خليها نستمتع يا اخي انت عندك شنو يا اخي ما انا وانت بس لا عندك مرأة لا عندك اولاد بيع البيت يا اخي خلينا نستمتع يا اخي والله في بودرة جاية اقول لك جديدة قول والله يا زول خطيرة خطيرة هيا يا اخي عشان ارتاح يا اخي وجات وين لقيتها وين؟ اداني لها واحد صاحبي وراك الحتة؟ والله حاجة خطرة لكن غالية بس يا زول الغالية 3 شمات ب3 مليون يا كم؟ شمة مليون دي بتاعت ناس تمام تخش الراس عشان ما دي بتقعد ولا بتمشي تقعد معك يوم كامل يوم كامل هاي يوم تخليك كامل سعيد تخليك طاير كده طاير طاير بس اخليك يلا طير معاي وامشي جيب لنا القروش يا حبيبي
لا 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 ما تعمل لي كل هذا قديم دار الموني يا زول الموني بيجي امشي طوالي امشي طوالي في بضاعة نظيفة التي خطرة خطرة جديد خطرة شديد انت جربت يا زول جربتها عليك الله بس كان انت اغنى اختك دي بيها البيت وبعدك تعال لي كويس ترتاح تستمتع تطير كده في الجو تحس بانك انت عايش فوق فوق معلق معلق طوالي معلق في سمو ايوه اسمع كلامي ايوه تخش البيت ما تضحك سر لها طوالي اما تجي سر وشك وقول لها انا داير حقي ما تقوم تقول لك البيت ونسكن وعيش وطعميه وكلام ما تاكل راسك ها اهرشه انت الراجل انا تاكل راسي مره هاي ايوه خليك كده خليك مكرم ما تديها فرصه الورق تشيل الورق شهاده البحث ايوه تجيب لي انا عندي سماسرة اصحابي بيبيعوا طوالي نديهم الورق ده بكره بعد بكره ايوه اقبض هنا ووو. اقول لك حاجه خليهم يجوا يفتشوا البيت السماسرة بتاعي لك ده خليهم يجوا يفتشوا البيت ما معتاي تفتيش بس جيب لي الورق واغنع اختك بس الباقي خليها علي ما عندك مشكله الليله دي دار نتيجه مشكلة. امسك في زول قوي الزول خليه اي الليله الزول خليه كيف يا انا بايع لجميع اسمع يا حبه اها ده عندي انا مضمون مضمون يا زول الليله اها ما تجيني ساي كويس ما في شم الليله كم ما جبت معاك الورق يا زول بيجي ما تجيني ساي اعتبر نفسك مسطول مين انسي يا ابراهيم يا اخي ركز معي مركز والله الليله من مشيتك من هنا هسي تمشي على اختك دي طوالي في البيت فوق فوق يقع فوق فوق يا هرش هرشه ايوه هرشه للخرشه بس علي ها انا رايي ايوه يلا يا زول ابيع البيت هاي ببيعه ببيعه ابيعه كيف كيف ببيعه للدي هاي لكن الكلام ده ما خطا مني ما خطا والله خطا مني انت جربت الحاجه دي ما جربت ولا طيب وقت ما جربتها بيشنفها ليه يا اخي وان شاء الله ما اجرب ذاته كان ببيع البيت انا ها ان شاء الله ما اجرب كان ببيع البيت كده اقول لك حاجه هاي نلف لك واحده كده بمزاج كده ابراهيم ازيك شفت معاك الضيف ده قلت ان هنا جيتها وقتها ومركتها انت كيف يا ود امي؟ ما كويس سجمي مالك ما كويس سجمي مالك؟ انا داير قروش اي يا ابراهيم اي ابراهيم ما جننتني يا ابراهيم ما فضحتني ما خليت لي حله ما بعتها وما خليت لي صينيه ما بعتها وشلت حاجاتي بقيت تسرق عدتي وناس الحله بقوا ما بجوني يا ابراهيم دار اقول لك حاجه يا سامي هو العده دي حقت امي اللي انا بعتها دي حقت امي الله يرحمها امك خلتها لي منو لكن خلتها لينا كلنا هاي لكن يعني انت انا شريك فيها يعني زي ما عندك صحن انا عندي صحن زي ما عندك حله انا عندي حله زي ما عندك بوتجاز انا عندي بوتجاز هاي ببيعون يا اخوانا من الله خلق وشفت لكم الراجل بخلوا له عده هاي يا اخوانا قلت له لا شنو لا 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 خد كل يا زول انت حقتي انا العده دي حقت البيت دايره يا بعمل فيها عرسك دايره عرس ليه ما تجيب لي سيره العريس ها ما تجيب لي سيره العريس سجمي اوعك تجيب لي سيره العريس كيفين يعني ولا بعرف اختك كبيره ولا بعرف اختك اللي انا بلفخ داير تقعد انا بلفخ وبشلد ما عندي اي قضيه بعرس ولا تقول لي عرس انا عندي جزء في البيت ده وداير حقي بس تاني جيت لي للبيت تاني أيوة. جيت البيت ده كان كسرت ترقبتك كده كنت ما ببيعه تاني وتالت ورابع كمان امي الله يرحمها وسطتني وقالت لي ابراهيم ده كان كده وقع في الواط البيت ده اصلك ما تبيعيه وسطك صح؟ قالت لي ابقى 10 عليه قالت لي ابقى 10 عليه للنهايه انا باقي انا ما باقي عليه كيف؟ البقيان ده ذاته يا ود امي قالت لي يا اخوك تعرسي ليه ويجي بي اولاده ويقعد معاك في بطن البيت كلمتك 60,000 مره كلمتك 60,000 مره ما تخليني افقد اعصابي لا ما تخليني افقد اعصابي قلت لك يا اخي زرت العرس دي ما تجيب يا علي زرت العرس دي ما تجيب يا علي مالك يا انت عارف يا ابراهيم ما بعرف انا ربيع البيت داير حقي داير حقي في البيت ده داير اقول لك كلمه واحده اسمعني شفت انا بقيت الليل والنهار قاعده في البيت ده براي زول من الحله دي ما بجيني سالت النسوان كلهم قلت لهم يا اخوانا مالكم قطعتوا كراحكم مني
مالكم ما بتجوني يا الجيران ومالكم ما بتجوني يا الحبايب. قالوا لك كده احسن ذاته. قالوا لي عشان ابراهيم اخوك بيستون طوالي. اقول لك حاجه يعني دايران يعني مثلا اخليها لهم يعني ما تخليها. والله لو لحسك وعن هيا يا ود امي. لو لحسك وعن والله ما خليها لهم. ما كفاك يا ود امي، ما شبعت يا اخوي، ما شبعت من الحاجه دي، كفاك. طب لو وجه الله ده ما بيشبعوا منها دي بقى، ما بيشبعوا منها دي، ما بتنشبع منها. هسي دي نختصر الكلام وديني حقي في البيت عشان نمشي امشي اشتري بيه وبيت، اشتري بيه وبيت. هاي والله كان كسرت رقبتك ما اديك. انا ماشي لجارنا محمد ده، ابوي الله يرحمه موصيه علينا، ماشي اشوفه. انا الاوراق عندي، الاوراق عندي وبتصرف، الاوراق عندي وبتصرف. بالله قالت ما بتبيع البيت. والله والله تبيعه كده دي بس. دايره انا مش حق من حقوقي، حق من دار اعمل به اي حاجه. عندها حق برضه. عندها حق شنو؟ عندها حق. اديها حقها. اديها شرعي. ده ما حق شرعي. اديها حقها. هلا راجل اديها حقها. انت عارف تجيب حقك كيف؟ لكن هي تجيب من وين؟ اديها حقها تعيش. لا لا هي تجيب من وين؟ تجيب من وين؟ ما تتاير باقي القروش دي؟ ما تتاير. تتاير ليه؟ اها ما تتاير. انت هي ما تخليها تتاير ذاتك. ها انت ما حمايه؟ لا ما تحمير. انت ذاته وتسك السمحه. يا زول البيت تسكن ويني؟ يا زول هي اكبر مني، هي اكبر مني. فرني انه اكبر منك. اكبر مني هاي؟ هي ما اكبر منك. هاي انت ما راجل. انت ده ما راجل. ها تسكن وين يعني؟ فرنا اقول ام زاته يمر حتسكن وين يعني؟ تمشي تشتري لها بيت صغير. انت ممكن تقعد في الشارع تراي تقعد في اي محل، لكن هي مرة تمشي تشتري لها بيت في اي حته. تشتري لها بيت في اي حته. حتكون ساكنه برا. تشتري لها اي توك ما يسا اي توك قاعده اي توك. انا محتاج القروش. ما في طريقه الا قاعده في بيت. محتاج القروش. قاعده في بيت بعد كده ساكنه. محتاج القروش انا. خلاص برضه محتاج للبيت. ها؟ بنت مستوره هي محتاجه للبيت. لكن تراجع ممكن تنوم في الشارع ده. ما بنوم في الشارع. ها هي وليه. ها؟ هي وليه. شنو؟ قال لك منو؟ ها؟ انا المسؤول منها؟ اي لا يا مسؤول منها. مسؤول منها. واقول لك اكبر مني تقول لي مسؤول منها؟ مسؤول منها اي. انا القروش محتاجها؟ كم قروش مختار لها؟ لازم نكون مسؤول منها. انا ما عندي بقى قضيه زول هاي، ما عندي بقى قضيه. حرشتكم؟ حرشتكم؟ لا لا ما حرشتكم. حرشتكم؟ القروش داير بين شنو؟ القروش داير بهم. داير بهم. لا وريني ما تقول لي داير بهم وداير بهم. وريني اغنيني عشان تبيع البيت. انا 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 القروش دايرهم. داير بهم شنو؟ وريني بس. داير لهم مزايا. لهم مزايا. مزاجك مزاجك على حساب اختك. لكن على حساب اختي هاي. طيب بس انا بنفق عليهم منو؟ الوكيل منو؟ تقعد وين؟ تقعد في البيت. تأجر لها بيت ثاني. تأجر منين؟ تأجر من القروش اللي بيجيها من البيت ده. هاو كان كملت، كان كملت، كان كملت خلاص. ابراهيم ابراهيم مالك عم تجوط يا اخي؟ ما دام ابراهيم يا اخي صوتك برا يا اخي تكورك وصوت يا اخي. داري بيع البيت وقاعد اخته في الشارع. لا قول له عشان يعد دماغه. لا معقول يا ابراهيم يا اخي؟ معقول يا اخي الناس كلها تشتكي. يا بابا تفتينا يعني؟ يعني يا فينك يا بابا. يا بابا الكلام الصح. خلاص خلاص معلش 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 خليه خلاص خلاص معلش. خليك قدرنا نتكلم معه ابراهيم. أنا أقول بسم الله. بسم الله. أول حاجة أنت دار تبيع البيت ليه؟ ده السؤال. دار أبيع البيت عشان دار أتصرف. أنا ما عندي مصاريف. لا في زول عشان دار يتصرف يبيع له بيت حدادي مدادي عشان مصاريف. ما بتجي يا إبراهيم يا أخي. بعدين دي أختك يا أخي. أنت مفروض هي لو ما عندها أنت ده تصرف عليها وتسكنها وتأكلها وتشربها وتأكسيها. أنت المسؤول منها. أنت الراجل يا أخي. يا أخي المرأة عيب. يا اخي انا بقيت عالي على اخواني يا اخي واصحابي يا اخي. انت ما عالي عليهم يا اخي. لا لا انت داير تعمل شنو؟ انت مثلا البيت لو داير تبيعه داير تستثمر مثلا، داير تعمل مثلا مشروع، داير تبيع مثلا نص البيت عشان تعمل به حاجه والبيت الثاني يتبني مثلا تاجره يعني تاجر النص تلقوا قروش يعني مثلا مشروع حاجه تجيب قروش، لكن تبيع البيت كله. اها بعدك تشتغل في الدهب. امشي الدهب في حاجه بقول لها دهب. امشي الدهب تشتغل. خليك راجل راجل تدبر عجر. هاي انا امشي الخلا ذاك. اي ما انا ما تمشي الخلا. امشي الخلا ذاك. ما هو امشي الخلا ان شاء الله. الخلا مع الرجال. الرجال السودانيين. عندك نخوه؟ ما يا زول ما درنا. تمشي تقعد وين يعني؟ تمشي تقعد تقعد وين يعني؟ تمشي تقعد مع ناس خالتك. ليه الناس تقول على شنو؟ ها؟ تقول على شنو؟ انا ما دايره. احنا من ضمن السودان ده. الراجل يا اخي شوفته كيف ما دايره. لو ما انا خلوا لي انا بغنع انا بغنع كذا. خلوا لي خلوا لي حاجه ما بتقدر عليها. طيب بدرعك فيها شنو؟ تقدر على تبقى راجل عديل. يا تسيبك كلام الفارغ والكلام الفاضي. تبقى زول عديل كذا راجل. نعم. اما نحن نمشي بالدين
دين محمد صلى الله عليه وسلم. وخلوا المخدرات وخلوا البنك وخلوا كلام الفارغ ده، ده كله كلام ما عنده موضوع. أصلا قال بسم الله الرحمن الرحيم، مشى الجامع صلى، طبعا استجيب دعاء يقول لا إله إلا الله، أستعين مرض صدره ده تقدد والله راسه ده تفق، يدعان الدعاء يجي منه تاني البيت قاعد الزول يكون البيت يجيب من وين؟ البيت ده بجيب لك من وين؟ انت وقت ابقى لك يا ابو سليم ابقى راجل. اول حاجه الرجال قوامين على النساء، انت دي اختك هاي. وانت في نفس الوقت شنو؟ انت الرجل، يعني انت بتقول انا ما امشي الخلا عشان ما اشتغل فيه، هل تمشي المراه الخلا وانت تقلب في البيت؟ غلط. انا ما دار اشوف مزاجيها يا خال. لا ما مزاجك مزاجك، معناته انت اذا ماشي بالشرع وماشي بالطريقه الصحيحه ما تضرب اختك من البيت، وانت تمشي تشوف مزاجك، تمشي مثلا تسكر او تمشي تلعب او تمشي تعمل عمل ما يرضي الله. انت لي اختك وانت مسؤول منها امام الله، لانه عرض الزول ما بيع عرضه ولا بيدعوه ولا بيخليه في الشارع. يعني اتوب، يعني اتوب انا؟ تتوب ترجع لله يا اخي، تتوب ترجع لله رب العالمين. نعم نعم، وذنوبك اللي عملتها هذه كلها ربنا بيغفر لك، اذا بقيت زي قدر زبد البحر يغفر لك ويعمل لك حسنات، تتوب ترجع لله رب العالمين. كثر خيرك يا حاج، والله ما قصرت. خلاص يا ابراهيم، افتكر كلام الناس ده كلام واضح، كتر خير ومبارك الله فيهم كلهم جوا دخلوا في الموضوع، ودي اختك وربنا بيسالك منها، ولازم انت تقيف معاها، والبيت ده يا اخي يقعد تاجره وتعمل فيه مشروع، تفتح فيه دكان، تعمل فيه اي حاجه. تمام تمام، اتفقنا؟ والله يا اخي اقول لك شنو، اتفقنا اتفقنا. ايه ده ما اعرف انت دار تعمل شنو؟ البيت دار مش انت دار قروش يعني؟ دار قروش هاي؟ أنا أنا بوريك أفكار، تمشي تعمل مشروع تجيب منه قروش، البيت ده كده خليه على جنبه، خليه على جنب البيت ده كده، تعال. وابع علي يا محمد، وابع علي، يا ريتني كان بيحت البيت، يا ريتني كان بيحت البيت. إبراهيم أخوي، مالو إبراهيم؟ إبراهيم أخوي كتل له زول، مش سرق كتل له زول، مش سرق كتل له زول. يهودك خايفين من نازاته، ما قلت لكم السجم ده بسجم الزول يخليك يا أخي، المخدرات دي قلت لكم كعبة بخلي الزول يسرق وتخليه يشيل الذهب وتخليه يخطف ويقتل الناس، هذا كده كلام أخوي، هذا كلام شنو ده يا أخي؟ شوف شوف لي محامي، شوف لي محامي، شنو زول كتل له زول ثاني محامي يا أخي؟ أنا قلت له ما تباري الجنة، ما تباري الناس زي الناس الكعبين دول، ما تباريهم، ما تباريهم، بغتش حجرك، بغتش حجرك. وأمير خلاص أمير صاحبي تعرف شو شو؟ أمير ماله؟ أمير شرد من سبع إبراهيم قتل الزول، شرد طوالي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت لك تعال بيع لي البيت، خلنا طالع ندون المحامي، طلع أخوي من الإناء. لا حول ولا قوة إلا بالله. بيت شنو هو البيت بيحل لك يا حق؟ أنا أشوف نفهم الموضوع وندرسه أول حاجة. وأعمل شنو؟ الزول أنت متأكدة منه مات؟ أي قالوا لي الراجل مات. قتلوا كله كله قتلنا بس. وإبراهيم أخوي سابوه ناس الشرطة قدام عيني. لا حول ولا قوة إلا بالله. أدي سكت، أدي سكت وين ما سابوك؟ الشرطة قتل لك، قتلت لك زول. الزول مات ولا ما مات؟ بين 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 الحياة، بين الحياة والموت. لا قالوا مات. يعني اسمع بين الحياة والموت. قالوا مات ولا ما مات؟ الزول 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 أول ما كده كويس؟ كده كويس؟ أيوه الزول الزول أول ما جاء هجم علي، أنا كنت بس داير أشيل القروش، فما في طريقة غير إنه أضربه. ضربته ضربة أي بس ضربة وقعت لي في الراس. وقعت لي في الراس بالسكين. اي ده كله عشان تمشي تشرب مخدرات مش كده؟ لكن قبضوني وانا زقت منهم وحرمت منهم. زقت منهم شنو يا اخي؟ رايح الشرطه. ما فتشوا جيبي. انا موضوع فتشوا جيبي احسن من قبضكم. فتشوا جيبي لقوا في وين ثلاثه يا اخي. ان شاء الله يا ما مشكله المخدرات. ما فضيحتي ما فضيحتي. مشكله كتروها يا اخي. ما قلت لك يا ابراهيم. وراح نساوي الموضوع. رايح امشي الشرطه. لا عين، انت لو قعدت وجا قبضوكم بتبقى ده موضوع، لكن لما مشيت لهم براك بتبقى انت سهلت على نفسك كثير. انا ما بسهل على نفسي. انا بسهل على نفسك. انا احنا بنقيف معاك. انا معاك معاك. انا خلاص بيع البيت ندفع الدية. ما في داعي انه ما في شيء زاد يخليه انه يشرب بانجو ويتسطل ويعمل كده ليش؟ شنو هما زور راجل وعنده اخته برا قاعده في البيت، المفروض هو يعينها ويقيف معاه ويعرف انه الحاصل عليها شنو، لكن انه يمشي يقتل زول وبس يدخل نفسه في جرجره وهيتعب اخته. الفقر والبطاله وكلها هي بتجيب شراب المخدرات والمشاكل الاجتماعيه وعدم واللي هي ثاني نذكر عدم العداله الاجتماعيه، بتجيب مشاكل وبتوسع الجهل بنسبه اعلى في السودان، ويجب يعني كل الشباب وكل الجيل القائم
الناس توعى والدولة توعي الناس. والله طبعا هي المسألة أصلا مسألة بتاعت التربية، والوالدين أصلا ابتعدوا من المسألة دي وبقوا المسألة مسألة حياة ومعيشة، وقبوا ما بربوا أبناء ولا بيهتموا بهم ولا بينصحوهم عن الصلاة ولا عن الدين ولا عن أي حاجة. وطبعا الأصدقاء طبعا أصدقاء السوء برضه لهم ضرر ولهم مسألة كثير، والمجتمع أصلا بقوا مجتمع فاكي. ليه؟ لأنه شنو؟ الناس بقت تتابع القنوات الفارغة، بقت تخلى قنوات الدين والقنوات السمحة، وبقت تمشي للمساجد وتتكلم في الكلام الصح. لأن أي زول بقى شنو؟ داير ينسى ودار يشوف محل عيش ودار بذا، لكن نسوا الدنيا ونسوا الآخرة فيحصل فيها شنو بعدين. المخدرات طبعا عادات سالبة وضارة بالمجتمع وبتدمر وتنتهي من الشباب مرة واحد. مفترض يكون في توعية من الدولة، جهات توجه الشباب وترشدهم بأضرار المخدرات وبأنواعها. الحكاية أصلا بتنتج من عامل التربية وأصحاب السوء، وبعدين يعني الشغلة دي لما تدمن عليها انت بتعمل أي حاجة، زي ده السقام قتل، بعدين ما قتل حيبيع البيت وأخته دي بتتهمل، وزي ما ضاع حد ضيع أخته برضه بتمشي تعمل نفس الحكاية وهناي، وبعدين أصحاب السوء دول ممكن يعملوا لك أي شيء.